مستمعي قنشوف تي في وسلام، مرحبا بكم على فهاد البث المباشر على المباشر. الحمد لله انخفاض كبير وتسجيل 169 حاله مصابه بكورونا و17 حاله وفاه خلال 24 ساعه الماضيه. على ما يبدو اي معدوده فقط ممكن يودعوا كورونا، رغم ان اليوم هاد الحصيله انخفضت تزامنا مع الويكاند. حنا كنعرفوا ان السبت والاحد تكون المختبرات مع اليوم شد الضغط، ولكن الحمد لله على ما يبدو انخفاض كبير وملحوظ في حالات المؤكده. اليوم 169 حاله فقط و17 حاله وفاة بكورونا، ولكن رغم ذلك ردوا البال، كورونا مازال تقتل. غنعطيكم الارقام حسب البلاغ اللي توصلنا به اليوم وزارة الصحة. اعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الحمد لله عن انخفاض كبير في الحالات المؤكدة، واللي سجلت 169 حالة مؤكدة، كترفع العدد الاجمالي الى 939356، فيما عدد الوفيات 17 حالة وفاة، كترفع العدد الاجمالي الى 14474، فيما الحالة ديال التعافي اليوم 568 كترفع العدد الإجمالي إلى 918375، والحالات الناشطة اللي تراجعت كذلك إلى 6507، فيما عدد الوفيات على مستوى الجهات متسبعين. جهة الرباط سار القنيطرة 6 ديال الوفيات، جهة الدار البيضاء 3 ديال الوفيات، جهة الشرق حالة وفاة واحدة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 3 ديال الوفيات، جهة مراكش أسفي حالة وفاة واحدة، وجهة بني ملال الخنيفرة حالة وفاة واحدة، جهة فاس مكناس حالة وفاة واحدة، فيما جهة سوس ماسة وجهة الدخلة والذهب 0 حالة وفاة، وأخيرا جهة درعة تفيلالت حالة وفاة واحدة بتنغير. إذا فيما يخص الحالات الخطيرة أو الحالات الحرجة كذلك 568 حالة خطيرة. فيما يخص الحالات تحت تنفس الاصطناعي الاختراقي 18، فيما يخص كذلك الحالات المستفيدات والمستفيدين من تلقيح الجرعة الأولى 23,070,027 شخص، والجرعة الثانية 20,277,782 شخص. وفيما يخص الجرعة الثالثة اللي عرفت واحد إقبال كبير في الأيام الأولى، وصلت 228,864. إذا نتمنى دائما متسبعينا نتمنى متسبعينا أنه في القريب العاجل إن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية، ونتمنى الناس تأخذ الأمور جدية وبروح المسؤولية، هذا هو الأهم. إذا دائما متسبعينا احنا معكم في هذا الدردشة عبر شوارع الحانة البيضاء. كما كتلاحظوا أنه تطوان اليوم الحانة البيضاء سجلت 3 ديال الحالات فقط، هذه نقطة مهمة. في مدينة الحسيمة 0 حالات وفاة. نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل ترجع المياه لمجاريها وتنتعش الحركة الاقتصادية والسياحية، هذا هو الأهم. ولكن بغينا ترجع الأمور المياه لمجاريها في القريب العاجل، تحل الحدود ومسافات يعني تم فتح المسافات الطويلة من داخل الوطن وخارج الوطن، ما نبقاوش مثلا وسيلة ديال التنقل أو شيء من هذا القبيل. نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل ترجع المياه لمجاريها، هذا هو الأهم. دائما المتسبعين كنشوف احنا معكم في الجولة عبر الشوارع الحانة البيضاء، هذه الأجواء ديال تطوان في هذه اللحظات. نتمنى الخير، نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل ترجع الحياة الطبيعية لما لا اليوم قبل غدا، خاصة مع هذا التراجع ديال الأرقام. شيء جميل جدا أننا اليوم استبشرنا خيرا بهذه الأرقام ديال اليوم اللي سجلت 169 حالة على المستوى الوطني. الحمد لله على ما يبدو هذا الرقم هاي قد زامن مع الويكاند، ولكن على ما يبدو أن الأرقام بدات كتنخفض، لأن هذه الأرقام ديال اليوم متسبعين راه علاقتها بالويكاند. ولكن الحمد لله المؤشرات ديال الخير بدات كتبان. 17 حالة وفاة، رغم شوية الوفيات مازال مرتفعة مقارنة، ولكن نتمناو ترجع الحياة الطبيعية، هذا هو الأهم. إذا من تطوان دائما متسبعين احنا معكم في هذا الدردشة، نتمناو الخير، نتمناو ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل. إذا فيما يخص تلقيح المستفيدات والمستفيدين، الجرعة الأولى 23,070,027 شخص، الجرعة الثانية 20,277,782 شخص، والجرعة الثالثة 228,864 شخص. إذا دائما متسبعين احنا معكم في هذا الدردشة، نتمناو إن شاء الله ترجع الحياة
الطبيعية في القريب العجين ترجع المياه لمجاريها، هذا هو الأهم. بغينا ترجع الحياة الطبيعية، بغينا نتغلبوا على الجائحة في القريب العاجل، هذا هو الأهم. ونتمناو الانخراط الفعلي ديال كل المغاربة متتبعينا، لأن هذا هو الأهم باش يمكننا نتغلبوا على هذه الجائحة. إذن من تطوان دائما جولة ودردشة مع الحباب حصلت اليوم، الحمد لله على كل حال أن الأرقام بدات كتنخفض، وهذا الشيء اللي بغينا. بغينا أن المياه ترجع لمجاريها، بغينا ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل باش نتغلبوا على هذه الجائحة متتبعة قناة شوف تي في، ونتمناو الخير دائما. إذا دائما نحن معكم في هذه الدردشة عبر شوارع الحمام البيضاء تطوان، الحمد لله سجلت اليوم 3 ديال الحالات فقط وصفر حالة وفاة. بغينا كل المغاربة ينخرطوا من طنجة للقويرة في هذه الجائحة، ونطلبوا الله الخير. إذا من تطوان دائما شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، معكم معتكف كالعادة، أمين، ألقاكم بخفي مباشر آخر، إلى اللقاء.